الحديث عن منتخب مصر، ويمكن لسه احنا دلوقتي بنتابع وردود الافعال عن ماتشين جيبوتي وسيراليون مستمره ومستمره على كل البلاتفورمز او كل المنصات، يعني لو انت تابعتها سواء على السوشيال ميديا او حتى في الصحف والمواقع المختلفه وحتى في المنابر الاعلاميه، ده الملف الابرز حاليا. الناس كمان بتحلل الاداء، بتتكلم عن الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده، فكره كمان الحديث ان الشناوي ده اتكرر اكتر من مره، ان الشناوي في المباراه الاخيره تحديدا لو ما كانش مركز، لو ما كانش في يومه امام مباراه سيراليون كنا استقبلنا اكتر من هدف. وقال لك ده كان هيبقى خطوره جدا، وكانت هتبقى حاجه وحشه جدا، وهتبقى بدايه وحشه جدا كمان وسيئه جدا على يعني المنتخب. لكن انا من وجهه نظري ان اكيد الجهاز الفني للمنتخب طبعا بقياده هذا الرجل المحترم وبشوفه المحترف ايضا فيتوريا، هيشوف كل الاخطاء وهيشوف الماتشين وهيذاكرهم كويس قوي، واعتقد هيحدد وهيقدر ان هو يحدد نقاط الضعف والقوه اللي عندنا وايه الاخطاء اللي عايزين نشتغل عليها. وانا اتمنى شخصيا كمان ان احنا نحاول الفتره اللي جايه نثبت التشكيل شويه، لان مهم جدا كمان يبقى عندك قوام اساسي لمنتخب مصر، عشان مرحله الدخول دي المرحله المهمه جدا في نهائيات كاس الامم الافريقيه، اللي انت هتلاقي طبعا مستويات تانية خالص وتماما، تحديات كمان اكبر بكتير. احنا قلنا احنا لسه في الاول، لسه في البدايه، لكن اللي جاي اكيد اصعب بشكل كبير جدا بالنسبه للمنتخب، فالمنافسه هتبقى اشد. فكمان احنا محتاجين جدا ان شاء الله كاس الامم، وبعد كده كمان التاهل لكاس العالم، فان شاء الله كل التوفيق، لكن محتاجين تركيز، محتاجين نشتغل على اخطائنا. وانا اعتقد المباريتين دول وحتى ان كان فيهم فنيات او فنيا بعض النقاط اللي احنا عايزين نشتغل عليها، لكن كويس قوي ده تشتغل عليه عشان بعد كده ان شاء الله افريقيا، يعني ده كده زي تمهيد علشان بعد كده انت لما تروح بقى افريقيا تلاقي ان انت رايح على اكمل وجه او بالصوره الافضل لديك. فيعني انا شايفه ان في جانب ايجابي برضو من اللي حصل. طبعا خلونا نتعامل مع الماتشين اللي فاتوا وكانهم يعني ماتشات وديه المنتخب دخلها عشان يسخن كده استعدادا لما هو قادم، لان ما هو قادم مش هين ابدا. وعلى فكره برضو استكمالا لكلام الهواندو، وبرضو فرصة قبل ما نقفل مع حضراتكم الكلام عن المنتخب، وإن كنا هنقفله أكيد بشكل مؤقت، لكن في تفصيلة كده الواحد خد باله منها الفترة الأخيرة. يعني مش معنى أننا أخيرا وبعد طول غياب لعبنا في مجموعة في المتناول أو مجموعة يعني على قد الإيد أو سهلة نسبيا، ده مش مبرر أن احنا نقدر كل شوية نقول إيه أو نردد كلمة أن التأهل مضمون 100%. ليه بقول الكلمتين دول؟ لأنه كالعادة وارد جدا أن تحصل أي مفاجأة سخيفة غير متوقعة وغير مستحبة، وعلى فكرة ده حصل بالفعل مع كذا حد. يعني حصل مع منتخب نيجيريا، فقد نقاط في منتهى الأهمية في أول جولتين دي. كان بيلعب مين بقى نيجيريا؟ كان بتلعب مين؟ ليسوتو، وبعدها ماتش مع زيمبابوي. ونيجيريا دي اللي هي مين؟ هي مرشح فوق العادة دايما، ودايما عندها أعلى سكواد، ودايما عندها أعلى قيمة سوقية في إفريقيا بالكامل، فوارد إن النوع ده من الأمور يحصل. كمان إحنا القدر دايما كان بيوقعنا مع المغرب، ومرة مع السنغال، ومرة مع كوت ديفوار والكاميرون مع بعض، ومرة الجزائر، ومرة غانا. تبقى المرة الوحيدة اللي معانا فيها مجموعة في المعقول، ما نقعدش بقى ننبر كل شوية ونقعد فاهم ازاي؟ نتكلم ان الموضوع خلاص خلصان، مش شرط. انا بتفق معاك، وعلى فكرة اصلا حتى سيراليون يعني احنا بنتكلم ان هي فنيا بعيدة، لكن احنا يعني التاريخ معاها مش افضل شيء. يمكن احنا اخر حاجة كانت 2012، وتاريخنا عامة هي فازت مرة واحنا تعادلنا بعد كده مرة، فهي مش افضل حاجة برضو. يعني حتى وان كان فنيا بعيد، لكن انت فعلا في بعض المباريات اللي هي مفروض سهلة لا ما بتبقاش او ما بتحصلش على النتيجه اللي انت عايزها فبعض الاحيان، وخصوصا قلنا التصفيات كمان. تصفيات المونديال اول مبارياته بتبقى غير موفقه فيها مصر، لكن السنه دي او هذا الموسم هذا العام اختلف الوضع بشكل كبير، وده اللي ادانا دفعه ايجابيه شويه ان اللي جاي ربما يكون مختلف تماما على منتخب مصر، ويرجعنا شويه ل 13 سنه. يعني مش كتير، بس يعني 13 سنه. لا والله سنة انا هوند كتير قوي على منتخب بلدك، يعني كتير جدا حقيقة. طبعا لان في ال 13 سنه دول يا كريم مش بس انت مستواك بقى يعني مش هقول متدني لكن تراجع في مش دي بس، لا الحاجه الثانيه كمان واللي تزعلك ان في بقى في 13 سنه دول منتخبات عدتك بكتير وكانت هي قبلك او انت كنت سابقها يعني بمراحل، لكن للاسف الشديد هي دلوقتي عدتك بكتير، وعلى فكره منهم المغرب ومنهم الجزائر وغيره. فهي دي النقطه كلها، ان انا كنت اتمنى ان انا احافظ على الصداره بتاعتي، ان انا تاني انا منتخب مصر، هي دي النقطه كلها. على كل حال برضو انا متفائله، مش عايزين نصدر روح يعني سلبيه شويه، عايزين نثق في المنتخب. قلنا دي حاجه مهمه قوي، الثقه والدعم مهم جدا، حتى وان كان دعم معنوي يعني هقول مش 100% حاسينه او مش في 100%
100%، لكن ده بيوصل، والثقة دي مهمة جدا. وفكرة ان انت برضو تبقى موصل للمنتخب وللعيبة حتى من المنابر الإعلامية، من الصحف، من السوشيال ميديا، ان احنا واثقين فيكم في ظهركم، بتفرق بشكل كبير. على فكرة، النقد اللاذع والنقد المستمر ده هدام جدا. تأكيدا للي انت بتقوليه ده، فكرة انه بيوصل للعيبة طبعا بيوصل، والروح دي بتوصل للعيبة، اللي يأكد الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول محمد صلاح شخصيا في اللقاء الصحفي اللي بعد الماتش الاخراني، لما قال نصا ان الحضور الجماهيري يعني مش قد كده، يعني قال ما معناه انه مش قد كده، فواصله واضحه للعيبه كلها. فاحنا بطبيعه الحال حتى من منطلق وطني لازم لا نملو غير ان احنا ندعم المنتخب ايا كان حاله وايا كان وضعه، لكن مع العمل الجاد الدؤوب على اصلاح اي اخطاء في حال وجود اخطاء. أنا بس